السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول الثانوي. إن شاء الله هنبدأ مع بعض إن احنا نحل تمارين رقم واحد من كتاب المعاصر النسخة الجديدة 2025 على مقدمة عن الأعداد المركبة. هنا بيقول لك أولاً أسئلة الاختيار من متعدد، بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المحضرة. أول نقطة بيقول لك أيا مما يأتي يكون عددا تخيليا. ركز معايا يا أستاذ، أنا هنجيب ناتج كل وحدة فيهم واللي يطلع فيها تاء هي دي التخيلية. فلو جينا للباي، الباي تقريبا بتساوي 22 على الكام؟ 22 على 7، ودي ما فيهاش تاء، يبقى دي ليست تخيلية. تمام، نيجي اللي بعديها. لو جينا نجيب الجذر التربيعي للخمسة، الخمسة ما لهاش جذر تربيعي فتفضل تحت الجذر، وركز ان دي ما فيهاش تاء. تمام، يبقى دي ما تنفعش. نيجي لدي، كنا بنجيب ازاي يا استاذ الجذر التربيعي لعدد سالب؟ بكل بساطه السالب نطلع بتاء ونجيب الجذر التربيعي للخمسه، الخمسه ما لهاش جذر تربيعي تفضل تحت الجذر، فركز ان دي فيها تاء، بالتالي هنختارها هي دي العدد مين؟ التخيلي. لو جينا الرقم ده، ركز معاي، اولا الاس الزوجي، وانا قلت لك لو الاس الزوجي لو جبل على الأربعة يدي واحد، ما تقبلش على الأربعة سالب واحد، الاتنين ما تقبلش على الأربعة يبقى تدي سالب واحد، ودي ما فيهاش تاء، يبقى الإجابة الصحيحة جيم. ننتقل إلى نقطة رقم اتنين. طيب في النقطة رقم اتنين يا أستاذ بيقول لك تاء أس 24، أولا الأس الزوجي، طالما زوجي لو جبل على الأربعة واحد ما تقبلش سالب واحد، أولا ال 24 يا أستاذ تقبل على الأربعة، تمام، يبقى الناتج يطلع بكام؟ بواحد، اللي هو الاختيار رقم كام؟ د. تمام؟ طيب نيجي الرقم ثلاثة، بيقول لك أبسط صورة للعدد التخيلي تاء أس 45، طالما الأس فردي يا أستاذ شيل منه واحد، يبقى تاء أس كام؟ تاء أس 44. طيب بالنسبة للناتج، لو جبل على الأربعة يديني تاء، ما جبلش على الأربعة يديني سالب تاء، الأربعة وأربعين تقبل على الأربعة يبقى النتيجة تطلع بتاء، اللي هو الاختيار رقم ألف. تمام، ننتقل إلى النقطة أربعة. طيب هنا تاء أس سالب 30، نتعامل إزاي مع الأسس السالبة؟ بكل بساطة نضيف لعدد بعديه مباشرة يقبل الجسم على الأربعة، نيجي للتلاتين ما تقبلش، نيجي يا أستاذ لل 31 ما تقبلش على الأربعة، نيجي لل 32 تقبل على الأربعة يبقى نضيف لها 32. تمام، يلا 32 شيل منهم 30 يتفضل 2، والتاء أس 2 بكام؟ سالب 1، لأن ده زوجي، ها يقبل لا يقبل القسمة على الأربعة، فالنتيجة تطلع بكام؟ بسالب 1، اللي هو الاختيار رقم ب. ننتقل إلى النقطة 5. طيب نيجي الرقم خمسة يا أستاذ، قلنا لو الأس غير من مكان نغير إشارته، تمام، فعشان نشيل الكسر ده نطلع الأس دويا في البسط، تصبح تاء بدل ما موجب 199 لا تصبح سالب 199. ليه؟ لأن الأس لو غير من مكان نغير إشارته، ده أس السالب يا أستاذ، يبقى ندور بعديه على عدد موجب يقبل على الأربعة، هنلاقي المية يبقى نضيف له 100. تمام، عندك 100 شيل منها 199 يتفضل تاء أس 1 اللي هي بكام؟ بتاء، الاختيار رقم كام؟ جي. طيب نيجي للي بعديها، ال 26 زوجي لو قبل على الأربعة 1 ما قبلش سالب 1، 26 تقبل على الأربعة؟ لا، يبقى النتيجة سالب 1. زائد نيجي لل 28 زوجي لو قبل على الأربعة 1 ما قبلش سالب 1، 28 تقبل على الأربعة؟ أيوه تقبل، يبقى النتيجة 1. عندك مكسب وخسارة يطيروا بعض، يبقى النتيجة بصفر. طيب نيجي اللي بعديها، نطلع ده في البسط، تصبح تاء أس سالب 15 زائد تاء أس 21. طيب دي بتساوي، قلنا الأسس السالب لو قبل على الأربع مباشرة واحد، ما قبلش ندور بعديه على عدد يقبل على الأربع اللي هي ال 16، يبقى نضيف له 16. تمام، 16 لو شلنا منها 15 يتفضل 1 اللي هتاء أس 1. طب بالنسبة للفردي، قلنا يا أستاذ بالنسبة للفردي شيل منه تاء، شيل منه 1، يبقى ال 21 يصبح 20، لو قبل على الأربعة تاء ما قبلش سالب تاء. طيب ال 20 تقبل على الأربعة؟ أيوه، يبقى النتيجة تاء، تاء وتاء يبقى 2 تاء. تمام، تاء تاء تاء. طيب ننتقل إلى السؤال التالي. طيب نيجي ل 8، الخمسة زي ما هي، في
أولا السبعة فردي، شيل منها واحد تصبح ستة، لو جبلت على الأربعة تاء ما جبلتش يبقى سالب تاء، الستة ما تقبلش على الأربعة يبقى سالب تاء، يبقى نضربها في سالب تاء. طيب نيجي زائد أربعة في الأس اللي هي الأس السالب، ندور بعديه مباشرة على عدد يقبل الجسم على الأربعة. طيب اللي بعد السالب واحد يقبل على الأربعة، الاتنين لا تقبلش على الأربعة، التلاتة لا، الأربعة أيوة، يبقى نضيف لأربعة. أربعة لو شلنا منها واحد تلاتة، يبقى تاء أس تلاتة، تمام، يبقى دي بتساوي خمسة في سالب تاء بسالب خمسة تاء، والتاء أس تلاتة بكام؟ بسالب تاء، صح ولا لأ؟ لأن أس فردي شيل منه واحد بيجي اتنين، لو جبل على الأربعة تاء ما جبلش سالب تاء، صح ولا لأ؟ والله ده الاتنين ما تقبلش على الأربعة يبقى سالب تاء، سالب تاء في أربعة بسالب أربعة تاء، تمام؟ عندك سالب خمسة وسالب أربعة يبقى سالب تسعة تاء اللي هو الاختيار ب، ننتقل إلى تسعة. طيب نيجي الرقم يا أستاذ تسعة، ركز إن أربع حدود متتالية ورا بعض بصفر، فركز ده تاء أس واحد، تاء أس اتنين، تاء أس تلاتة، تاء أس أربعة، يبقى دول بصفر، خدها قاعدة في الأعداد التخيلية، مجموع أربع حدود متتالية في تاء في أسس تاء تديك صفر. فده واحد اتنين تلاتة أربعة، ومجموعين يبقى دول بصفر، يبقى الناتج كام؟ واحد. طب تعالى نفك عشان نبقوا فاهمين مش حافظين. تاء أس واحد بتاع زائد التاء أس اتنين بسالب واحد، عندك التاء أس تلاتة بسالب تاء، عندك التاء أس أربعة بواحد، تمام؟ ركز دي مع دي ودي مع دي يبقى صفر، يبقى يتفضل مين؟ الواحد. ننتقل إلى السؤال 10. طيب نبدأ في رقم 10، بيقول لك إذا كان نون ينتمي للعدد الصحيح، يعني عدد صحيح. تاء أس 8 نون هنفكها، تبقى تاء أس 8 نون في تاء أس سالب 3. نيجي للثمانية، لو جبلت على لزوجي الثمانية زوجي، لو جبل على الأربعة واحد ما أقبلش سالب واحد، 8 تقبل على الأربعة يبقى النتيجة واحد. فيه ده أس فردي، عشان نجيب الأس السالب نعمل إيه؟ نيجي بعديه على عدد يقبل الجسم على الأربعة، هنلاقي الأربعة يبقى نضيف لأربعة، أربعة ناقص تلاتة واحد، يتفضل تاء، واحد في تاء يدينا إيه؟ تاء اللي هو ده. طيب ننتقل إلى 11، نفس الصيغة، هتبقى تاء أس نفكها، أربعة نون في تاء أس 42. خلينا للأول الأربعة، الأربعة زوجي، لو جبل على الأربعة واحد ما تقبلش سالب واحد، يقبل على الأربعة يبقى واحد، في ده برضو زوجي، لو جبل على الأربعة واحد ما تقبلش على الأربعة سالب واحد، 42 تقبل على الأربعة؟ لا يا أستاذ، 42 ما تقبلش على الأربعة يبقى النتيجة سالب واحد، واحد في سالب واحد يدينا سالب واحد اللي هو الاختيار ب. ننتقل إلى 12. طيب هنا بيقول لك المحكوس الجمعي لعدد، المحكوس الجمعي بنغير كل الإشارات، يعني الأربعة موجب نخليها سالب، طب السبعة موجب نخليها، السبعة سالب نخليها موجب سبعة تاء اللي هو الاختيار رقم كام؟ مرافق العدد المركب بنغير إشارة الجزء التخيلي، يعني عندك بدل ما موجب 3 تاء نخليها سالب 3 تاء، ماليش صالح بالحقيقي، تمام؟ يبقى في المرافق نغيرش غير فقط إشارة التخيلي، يبقى سالب 3 تاء ناقص 4. طيب مرافق العدد المركب، أولا تاء زي ما هي لازم نظبط الأول، عندك تاء تربيع بسالب 1، سالب في سالب بموجب يبقى موجب 1. واحنا قلنا مرافق العدد نغير إشارة التخيلي، يعني بدل ما موجب تاء يبقى سالب تاء، ليه صالح بالحقيقي؟ يبقى المفروض سالب تاء زائد واحد، ممكن نعدلها نجيب الواحد الأول لأن الجمع عملية إبدالية، صح ولا لا؟ يبقى واحد ناقص تاء اللي هو الاختيار ده. ننتقل إلى السؤال التالي، هنا بيقول لك 15 مرافق العدد سالب 8، هل في تاء عشان نغير له إشارة؟ لا، يبقى يفضل زي ما هو، تمام؟ لأن في المرافق بنغير إشارة التخيلي فقط، طب ما فيش أصلا تخيلي عشان نغير إشارة، بقول زي ما هو سالب 8. مرافق العدد ده، طيب ركز معايا، هنفك القوس، نضرب الأول في نفسه، سيب مسافة، نضرب الأخير في نفسه، تاء في تاء بتاء تربيع، ونضرب كله في بعض، ننزل إشارة الأوسط موجب ونضرب كله، 2 في 2 بـ4، 4 في تاء بـ4 تاء. نبدأ نصفي، تاء تربيع بسالب 1، 4 ناقص 1 3 زائد 4 تاء. هات المرافق غير إشارة التخيل، تبقى 3 بدل ما موجب 4 تاء تصبح سالب 4 تاء، يبقى 3 ناقص 4 تاء، 3 ناقص 4 تاء.
نيجي اللي بعديها جذر 2 زي ما هي في، بنجيب ازاي جذر التربيع العدد سالب؟ هنطلع السالب بتاع ونجيب جذر التمانية عادي، جذر التمانية كام؟ جذر التمانية ملهاش جذر. كده أصبحت أعداد حقيقية موجب نقدر نجيبها تحت جذر واحد، تمام؟ تصبح جذر 2 في 8 ب 16 والتاء بره. جذر ال 16 كام؟ 4، والتاء زي ما هي ب 4 تاء. ننتقل إلى السؤال 18. طيب ندخل في 18، قلنا يا أستاذ بكل بساطة بالنسبة للسالب بنطلع بتاء، والجذر 18 عبارة عن 2 في 9، وال9 جذرها 3 وال2 ما لهاش جذر، تمام؟ طيب نيجي للسالب 12، نطلع الرقم بتاع السالب نطلع بتاع، وال12 عبارة عن كام؟ عبارة عن 4 في 3، ال4 جذرها ب2، تمام؟ وال3 ما لهاش جذر، تفضل زي ما هي. تاء في تاء بتاء أس 2، تمام؟ وعندك 3 في 2 ب6، وبالنسبة للجذور دي جذور حقيقية نقدر نضربها تحت جذر واحد، عبارة عن جذر 2 في 3 ب6. طيب يبقى دي بتساوي التاء تربيع بسالب واحد، لأن أس زوجي ما يقبلش على الأربعة، يبقى سالب واحد، سالب واحد في 6 بسالب 6 هي جذر 6 اللي هو الاختيار جي. طيب نيجي اللي بعديها، نشيل التاء السالب نطلع بتاء، وجذر 9 3، شيل السالب نطلع بتاء، وجذر الواحد بواحد، وجذر التسعة بتلاتة، دي مع دي يتفضل تاء في تاء بتاء أس 2، ده زوجي ما يقبلش على الأربع سالب واحد. نيجي اللي بعديها، بنضرب إزاي؟ بنضرب إشارة في إشارة، رقم في رقم، رمز في رمز، سالب في سالب موجب، وأربعة في ستة ب24، وتاء في تاء في حالة الضرب تجمع الأسس تاء أس 2. تاء أس 2 زوجي لا يقبل على الأربعة يبقى سالب واحد، سالب واحد في 24 بسالب 24 اللي هو الاختيار د. طيب ننتقل إلى 21. طيب نيجي اللي بعديه، أولا يا أستاذ ده أس فرد، والأس الفرد بينزل السالب. 2 أس 3 ب 8. طيب وتاء أس 3 بسالب تاء. تمام أس فردي، فهي نعمل إيه؟ ننقص منه واحد يتفضل 2 صح؟ طيب لو قبل على الأربعة تاء، ما قبلش على الأربعة يبقى سالب تاء، الاتنين ما تقبلش على الأربعة يبقى سالب تاء، في الأس الزوجي بيمشي السالب وتلاتة تربيع ب9. طيب والتاء أس 2 ده زوجي لا يقبل على الأربعة يبقى سالب واحد. طيب نبدأ نضرب سالب في سالب بموجب في سالب بسالب، 9 في 8 ب2 و70، والتاء ملهاش مناظر تنزل، يبقى سالب 72 تاء اللي هو الاختيار ألف. نيجي اللي بعديها، ازاي نجمع عددين مركبين؟ بنجمع اللي ما فيهمش تاء، ده اللي ما فيش تاء، مع اللي ما فيش تاء اللي هو 2، ونجمع اللي فيه تاء اللي هو ب2، مع اللي فيه تاء سالب 5، ونضع التاء بتاعته. طيب 3 و2 5، وعندك 2 ناقص 5 سالب 3 تاء، يبقى 5 ناقص 3 تاء اللي هو الاختيار ب. ننتقل إلى السؤال 23. طيب نيجي ل 23، بيقول لك إذا كان س وص عددين حقيقيين، وكانت 2 زائد 5 تاء ناقص 4 ناقص 2 تاء، وتساوي س زائد تاء ص، فإن س زائد ص. طيب كلام جميل، تعال بس نجمع الحقيقة مع الحقيقة، نطرح الحقيقة من الحقيقة والتخيل مع التخيل. هنا 2 وهنا 4، 2 ناقص 4 الناتج سالب 2، وعندك 5 ناقص ناقص تبقى زائد، 5 زائد 2 تدينا موجب 7 تاء. قال لي بتساوي كام؟ بتساوي س زائد ت ص. عدد مركب يساوي عدد مركب، نسوي الحقيقي بالحقيقي، الحقيقي اللي ما فيش تاء يبقى س بسالب 2، ونسوي اللي فيه تاء باللي فيه تاء يبقى ص تناظر كام؟ تناظر ال7، لأن التاء هتمشي قصاد التاء يبقى ص ب7. ص تساوي 7، هو عاوز س اللي هي بسالب 2 زائد ص اللي هي ب7، سالب 2 زائد 7 تدينا 5 اللي هو الاختيار ده. نيجي اللي بعديها، 12 زي ما هي ناقص 5 في تاء أس 17، الأس فرد شيل منه واحد يصبح 16، لو قبل على الأربعة يدينا تاء، وال 16 تقبل على الأربعة يبقى تاء، يبقى ناقص 5 تاء، ناقص أفتح قوس 7 ناقص. قلنا بنجيب ازاي جذر التربيع لعدد سالب؟ السالب يطلع بتاء، وجذر ال 81
9. نبدأ نطرح، بتساوي 12 ناقص 7، 12 ناقص 7 5، وسالب 5 تاء ناقص وناقص زائد، سالب 5 تاء زائد 9 تاء يديك موجب 4 تاء، يبقى 5 زائد 4 تاء اللي هو الاختيار جي. ننتقل إلى السؤال 25. طيب في 25 نبدأ نجمع الاثنين زي ما هي ناقص. ركز إن السالب قدام القوس عمل زي الشيطان بيخرب كل اللي وراه، يعني هنا 1 موجب 1 يبقى سالب 1، هنا سالب 2 يصبح موجب 2 تاء، ده موجب ما بيعملش حاجة، الموجب زائد 4 ناقص 5 تاء. طيب هنا في سالب، السالب شيطان يخرب كل اللي وراه، فعندك موجب 1 يصبح سالب 1، هنا سالب 3 تصبح موجب 3 تاء. تعال نجمع، عندك الأرقام هنا موجب 2، هنا 1، هنا 4، هنا سالب 1. عندك 2 ناقص 1 1، 1 و 4 5، 5 ناقص 1 4. تمام؟ طيب بالنسبة إلى التاء، عندك 2 تاء و 3 تاء 5 تاء وسالب 5 تاء 0، يبقى الناتج كام؟ 4. ننتقل إلى السؤال التالي. ده عدد في مرافقة، لأن نفس القوس بالموجب نفس القوس بالسالب. عدد في مرافقة بنضرب إزاي؟ بكل بساطة نضرب الأول في الأول، 4 في 4 ب 16، والثاني في الثاني زائد الثاني في الثاني زائد 3 في 3 ب 9، على بعض 25 اللي هو الاختيار ده. يبقى ثاني الأول في الأول، 4 في 4 ب 16 زائد الثاني في الثاني 3 في 3. تمام؟ طيب ننتقل إلى السؤال التالي. طيب نبدأ في السؤال 27، بيقول لك إذا كانت س وص عددين حقيقيين وكانت 1 زائد تاء أس 4 في 1 ناقص تاء أس 7 تساوي كذا، فإن س زائد ص. طيب هنبدأ نفك، تصبح 1، تاء أس 4 زوجي يقبل القسمة على 4 يبقى ناتج ب 1. أفتح قوس، 1 ناقص تاء أس فرد يشيل منه 1 يصبح 6. لو قبل على الأربعة تاء ما قبلش سالب تاء، يبقى الستة ما تقبلش على الأربعة يبقى سالب تاء، سالب في سالب الموجب يتفضل التاء. كل ده بيساوي س زائد تاء صاد. طيب كلام جميل. 1 و1 2، يبقى القوس ده باتنين، اضرب 2 في 1 ب2 زائد 2 في تاء ب2 تاء، بتساوي س زائد صاد تاء. سوي الحقيقي بالحقيقي يبقى س باتنين زائد تخيلي بالتخيلي يبقى صاد ب 2، 2 و2 يبقى الناتج كام؟ 4. ننتقل 28، بيقول لك إذا كانت س وص عددين حقيقيين وكان س زائد تاء ص يساوي تاء أس 43 زائد 3 جذر سالب 4، فإن س زائد ص. طيب الأولى دي ما لهاش أي فكات، س زائد تاء ص زي ما هي بتساوي. بالنسبة للثانية ده 43 فرد يشيل منه 1 يصبح 42، لو قبل على الأربعة تاء ما قبلش يبقى سالب تاء، 42 ما تقبلش يبقى سالب تاء. طيب نيجي لدي زائد 3 في، بنجيب ازاي الجذر التربيع العدد سالب؟ السالب يطلع بتاء، وبالنسبة لجذر الأربعة 2، نبدأ نظبط، يبقى س زائد تاء صاد بتساوي عندك سالب تاء و3 في 2 ب 6 يبقى زائد 6 تاء. تمام؟ طيب يبقى س زائد تاء صاد بتساوي عندك 6 تاء، شيل منهم تاء يتفضل 5 تاء. طيب الجزء الحقيقي هنا مش موجود يبقى خليه بصفر، كده سوي الحقيقي بالحقيقي يبقى س بصفر والتخيلي بالتخيلي يبقى ص بخمسة. تمام؟ ومع وس س وص عاوز مجموعهم، السين بصفر والصاد بخمسة مجموعهم 5. ننتقل إلى السؤال التالي. طيب نيجي ل 29، بيقول لك س زائد ص تاء بيساوي 1 على تاء، حيث س وص ينتموا إلى الأعداد الحقيقية. طيب بالنسبة الأولى ما فيهاش أي مشاكل، س زائد ص تاء. تمام؟ بالنسبة للثانية دي أسها 1، والأس لو غير من مكانها غير من إشارتها، يبقى تاء أس سالب 1. طالما الأس سالب يبقى ندور بعديه على عدد يقبل القسمة على الأربعة اللي هي مين؟ الأربعة. 4 ناقص 1 3 والتاء أس 3 بكام؟ بسالب تاء. تمام؟ نبدأ نسوي الحقيقي، يبقى س تساوي 0 لأن ما فيش جزء حقيقي هنا، والصاد تساوي سالب تاء سالب 1. تمام؟ طيب يبقى س بصفر زائد سالب 1 يدينا سالب 1. ننتقل إلى السؤال 30. طيب نيجي لرقم 30، نفس الكلام، هنسوي الحقيقي اللي ما فيش تاء 12،
بالحقيقي ما فيش تاء اللي هو 4 نون، تمام؟ اقسم على الاربعة عشان تخلص من اللي قدام النون، دي دي مع دي، و12 على الاربعة فيها التلاتة يبقى نون التلاتة. ونسوي التخيلي اللي هو اللي فيه تاء 3 ألف بالتخيلي اللي فيه تاء اللي هو سالب 27 عشان نخلص من التلاتة يمين وشمال عليها. باي باي، يبقى الألف سالب على الموجب سالب، و27 على التلاتة فيها التسعة، وألف زائد نون ألف بسالب 9 زائد نون بتلاتة يدينا سالب 6 اللي هو الاختيار ج. ننتقل إلى التالي. أساس في 31 بيقول لك إذا كانت س وص عددين حقيقيين وكان 3 س ناقص 2 ص ت تساوي 5 ناقص 2 ت الكل تربيع فإن ص ناقص س. الأول يا أستاذ ماليش أي فكات، فأفضل زي ما هو 3 س ناقص 2 ص تاء بتساوي، نفك يا استاذ القوس قوس 2، نضرب الاول في نفسه ب 25، نسيب مسافه، الاخير دايما موجب 2 تاء، نضرب الثاني في نفسه 2 تاء في 2 تاء ب 4 تاء اس 2، الاشاره الاوسط تنزل في الاوسط، ونضرب كله في بعضه 2 في 5 ب 10، 10 في 2 ب 20 تاء. نبدا نظبط نجمع، يبقى 3 س ناقص 2 ص تاء بتساوي، عندك التاء تربيع بسالب 1، 4 في سالب 1 بسالب 4 يبقى 25، لو شلنا منهم 4 يبقى 21 ناقص 20 تاء. نبدأ نسوي الحقيقي بالحقيقي، الحقيقي اللي ما فيش تاء 3 س تساوي 21، اقسم على 3 على 3 يبقى س تساوي 9، 21 على 3 فيها 7 يبقى س ب 7، والتخيلي بالتخيلي، التخيلي سالب 2 ص بالتخيلي سالب 20، سالب قصاد السالب نقسم على الاثنين على الاثنين، دي باي باي يبقى الصاد ب10، وعاوز صاد اللي هي ب10 ناقص س اللي هي ب7 يدينا 3 اللي هي ج. ننتقل الى 32. طيب نيجي ل 32، مجموعة حل المعادلة دي، ركز معاي ان دي معادلة فيها سناية واحدة، بنثبت السناية دي اللي هي 9 س تربيع وصاحب البيت اللي بعده اللي يساوي، ونعد الرقم عند الرقم عكس الإشارة عكس الموجب 4 سالب 4، الصفر ملش لازمة، تمام؟ طيب ركز معايا، يبقى 9 س تربيع صفر كأن هوا ليش لازم، عشان نشيل التسعة نقسم عليها 9 على 9، دي باي باي، يبقى س تربيع تساوي سالب 4 على 9، علشان نشيل التربيع ناخد الجذر، تمام؟ يبقى جذر سالب 4 على 9. طيب بس ركز معايا دايما يا أستاذ، لما يكون الأس زوجي ما ننساش الموجب والسالب، تمام؟ طيب بنجيب إزاي جذر التربيع لعدد سالب؟ السالب يطلع بتاء، وعادي نجيب الجذر للبسط ب2، جذر الأربعة ب2، وجذر للمقام ب3، يبقى عندك 2 على 3 تاء بالموجب وسالب 2 على 3 تاء بالسالب اللي هو الاختيار رقم د. ننتقل إلى 33. طيب 33 بيقول لك إذا كانت س وص عددين حقيقيين وكانت س ناقص 2 تاء تساوي 3 زائد ص تاء فإن مرافق العدد ده، لازم نجيب س وص ونعوض عنهم ونجيب المرافق. طيب حقيقي بحقيقي يبقى س ب3، تخيلي بتخيلي يبقى ص بسالب 2، ص بسالب 2، نبدا نعوض عن الس ب3 والص بسالب 2 ت، هات المرافق يعني غير اشاره الجزء التخيلي، 3 هنا بدل ما سالب 2 ت تصبح موجب 2 ت اللي هو الاختيار 3 زائد 2 ت اللي هي ب. ننتقل إلى السؤال 24. طيب ركز معي السؤال 34 بيقول لك إذا كان س تربيع ناقص 2 س زائد 2 يساوي 0 فإن س. أولاً يا أستاذ لو جينا بالتحليل مش هينفع، ليه؟ لأن أنا عاوز عددين ضربهم 2 ومجموعهم 2 ما فيش، يبقى لازم قانون عام. نجيب الألف، ألف معامل س بواحد، الباء معامل س أس واحد سالب 2، جيم اللي ما فيش س اللي هو ب2. قانون العام سالب ب موجب او سالب الجذر التربيع ب تربيع ناقص 4 الف ج، كل ده مقسوم على 2 الف. نبدا نعوض، يعني ايه سالب ب؟ يعني احكس اشاره ب بدل ما هي سالب 2 موجب 2 موجب او سالب جذر التربيع، ربع الباء التربيع ماشي السالب، 2 تربيع ب 4 ناقص 4 في الف ب 1 في ج ب 2، كل ده على 2 في الف والالف ب 1، دي بتساوي 2 موجب او سالب اول رقم تحت الجذر لك صالح بيه، ابدا الضرب من بعد الناقص، 4 في 2 ب 8 يبقى ناقص 8، تمام؟ ناقص 8، كل ده مقسوم على 2 في 1 ب 2. طيب عندك 2 موجب او سالب، ركز معي 4 ناقص 8 سالب 4، كل ده مقسوم على ال 2، يدينا موجب او سالب
قلنا يا استاذ بنجيب ازاي جذر التربيع السالب؟ السالب يطلع بتا وجذر الاربعه باتنين، كل ده مقسوم على اتنين. في حاله الجمع والطرح ينفع نوزع البسط على المقام، اتنين على الاتنين فيها الواحد موجب او سالب، اتنين على الاتنين فيها الواحد يتفضل تا، يبقى موجب او سالب تا اللي هي دي. ننتقل الى 35. ركز معايا يا استاذ، هنا قبل ما تجيب المعكوس الضربي، تمام، المعكوس الضربي بنعمل بنقلب الكسر، يعني بدل ما تاء على 2 تاء زائد 1 لا نقلب، تبقى 2 تاء زائد 1 على التاء، ماشي؟ طيب ركز معاي هنا يا استاذ، عشان دايما التاء ما بتحبش تقعد في المقام، عشان نشيلها واضرب في المرافق، المرافق غير شرط التخيل، يبقى سالب تاء على سالب تاء. نضرب سالب تاء في 2 تاء بسالب 2 تاء تربيع، وعندك سالب تاء في موجب واحد بسالب تاء على تاء في سالب تاء بسالب تاء تربيع، تمام؟ دي بتساوي عندك التاء تربيع بسالب واحد، سالب اتنين في سالب واحد بموجب اتنين ناقص تاء على التاء تربيع في سالب واحد، سالب واحد في سالب واحد بواحد، أي حاجة على واحد تدي نفس الحاجة اللي هي اتنين ناقص تاء اللي هو الاختيار رقم جي. ننتقل إلى السؤال اتنين. نبدأ في 36، بيقول لك عين واحد هو مرافق عين اتنين، يعني ده مرافق ده، تمام؟ يبقى ضرب عددين مترافقين يدي عدد ايه؟ تعال نشوف، ضع اي عدد ايه؟ عدد مركب مثلا، راح نقول لك 3 زائد 4 تاء، ماشي؟ ده العدد المركب، هات لي المرافق ليه؟ هتقول لي 3 ناقص 4 تاء، واضربهم مرة. تعال نضرب ازاي عدد في مرافق، الاول في الاول زائد الثاني في الثاني، 3 في 3 ب 9 ده عين ضرب عين بار، 3 في 3 ب 9 زائد الثاني في الثاني 4 في 4 ب 16 يدينا 25، 25 حقيقي. طيب هات مجموعهم عين زائد عين بار، المجموع ده هيطير مع ده، سالب مع موجب يطير بعض، عندك 3 و 3 6 برضه ده حقيقي، حقيقي زائد حقيقي اكيد هيدينا عدد حقيقي، يبقى نختار عدد حقيقي. ننتقل الى السؤال التالي. طيب ركز معي في 37، كل مما له اعداد تخيليه ما عدا في واحد ما ينفعش تخيلي. فلو جينا للاولى دي السالب يطلع بتاء وال18 ما لها جذر تفضل تحت الجذر، ده تخيلي ما ينفعش. نيجي لده اسها فردي، شيل منها واحد تصبح 18، لو قبلت على الاربعه تاء، ما قبلتش يبقى سالب تاء، 18 تقبل على الأربعة؟ لا ما تقبلش، تمام؟ ما تقبلش على الأربعة، طيب يبقى الناتج سالب تاء، وده برضه يا أستاذ ما ينفعش. نيجي هنا نفك إزاي القوس؟ أنا أكتر حاجة يا أستاذ فكيتها التاء، القوس أس 2، خلاص تمام خليه قوس أس 2 عشان تعرف تفكه، كده أس 2. طب الأربعة 2 في كام؟ 2 في 2، صح ولا لا؟ طيب نبدأ نفك القوس اللي جوه. عندك نضرب الاول في نفسه باربعة، سيب مسافة دايما الاخير موجب، اضرب الاخير في نفسه 2 تاء في 2 تاء باربعة تاء تربيع، نزل اشارة في المنتصف واضربهم كلهم في بعض، 2 في 2 باربعة، 4 في 2 بثمانية تاء، كل ده الكل اس 2. طيب عندك التاء تربيع بسالب واحد، سالب واحد في اربعة بسالب اربعة دي هتطير مع دي، يتفضل 8 اس 2، 8 تربيع 8 في 8 باربعة وستين، وتاء تربيع بسالب واحد يبقى ده بسالب واحد، 64 في سالب واحد بسالب 64 يبقى ده عبارة عن عدد غير تخيلي، تمام؟ يبقى نختار ده، تمام يا أستاذ؟ ننتقل إلى 8. طيب بيقول لك كل الأعداد الآتية غير حقيقية، يعني غير حقيقية؟ يعني تخيلية، ما عدا واحد حقيقي. طيب خلينا في السهل، تعال نفكه ده. تاء الأس فردي شيل منه واحد يتفضل اتنين، تمام؟ لو قبل على الأربعة تاء ما قبلش سالب تاء، يبقى ده بسالب تاء، يبقى ده يا أستاذ بيقول لك كل الأعداد الآتية غير حقيقية ما عدا واحد حقيقي، يبقى ده تخيلي ما ينفعش. نيجي لده يطلع بتاء السالب وجذر 8 برضه ده تخيلي ما ينفعش. نيجي لده سالب يطلع بتاء والباي تطلع الباي تربيع اقسم الأس على 2 يطلع باي تاء، يبقى أكيد ده، تمام؟ يبقى ده هطلع حقيقي من غير ما نفك. طيب عندك 3 تنزل زي ما هي زائد 3 تاء، عندك التاء تربيع بسالب 1، سالب 1 في موجب 3 بسالب 3،
عندك التاء تكيب بسالب تاء، سالب تاء في ثلاثة بسالب ثلاثة تاء. عندك دي باي باي ودي باي باي، يتفضل ايه؟ الصفر. ننتقل الى السؤال التالي. طيب في حالة الضرب يا أستاذ بنضرب الأرقام مع بعضها والرموز مع بعضها، 3 في 3 ب 9، 9 في 3 ب 27، 27 في 3 ب 81. 81 ده أسها 1، في حالة الضرب تجمع الأسس 1 و2 3، 3 و3 6 بتاء أس 6. الأس زوجي، لو قبل على الأربعة 1 ما تقبلش سالب 1، الستة ما تقبلش على الأربعة يبقى سالب 1. سالب 1 في 81 بسالب 81. ننتقل إلى 41. طيب بيقول لك إذا كانت ألف وباء وجيم ودال أربعة أعداد صحيحية متتالية، أربع أعداد صحيح متتالية، يعني مثلا لو دي 1 يبقى دي ب2 يبقى دي ب3 يبقى دي ب4، دي أربع أعداد صحيحة متتالية. تبقى تاء أس 1 زائد تاء أس 2 زائد تاء أس 3 زائد تاء أس 4. وأنا قلت لك أي أربع حدود مجموعة متتالية ورا بعض يبقى نتيجة بكام؟ بصفر. تعال نتأكد. تاء أس 1 بتاء زائد تاء أس 2 بسالب 1 زائد تاء أس 3 بسالب تاء، تاء أس 4 بموجب 1، هنا موجب 1 سالب 1 سالب تاء موجب تاء، النتيجة هتصفر معانا. كده يا أستاذ احنا خلصنا الجزء رقم 1، إن شاء الله هنكمل بإذن الله الجزء المقالي في الحصص القادمة. الناس اللي فهمت معانا وحابة تشترك في القناة تنزل تشترك في القناة، وأهم حاجة إن هي تفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو عشان يوصلها كل جديد. أنا أحمد يسر، السلام.